يخص حسين عبد الغني، شوف يعني إدارة النصر أو خلينا نقول القراني كسب الحين ما لعب حسين عبد الغني في المباراة اللي راحت كإجراء احترازي، اليوم يلعب أو حسين يكون جاهز لمباراة الاتحاد. شوف الأستاذ سلمان القراني من أفضل الناس اللي تعاملت معه، ورغم من ذلك كان بيني وبينه خلاف فيه، صار بيني وبينه خلاف، ولكن هو على حق وكنت أنا على خطأ. الواحد ما يكابر يعني مهما كان، هو على حق وأنت كنت على خطأ. إيه نعم أنا كنت على خطأ وهو كان على حق، يعني كان هو مدير منتخب الناشئين وأنا وقتها مدرب، فكان في خلافات في وجهات النظر والرأي وكذا. الرجل للأمانة يعني عمله جدا مميز، وفي نفس الوقت يخاف الله يعني في كل صغيرة وكبيرة، وهذا مهم جدا. أوكي عنده أخطاء، أكيد كل إنسان عنده أخطاء، فشهادتي والله في مجروحة من خلال تعاملي معه السنتين أو 3 سنوات اللي جلست فيها منتخب الناشئين، كان هو مدير المنتخب كان جدا ممتاز، ورغم ذلك حصل بينه وبينه خلاف، على أساس ما يقولون والله مدحه لأنه صاحب. أنا صاحب الحق، ماني بصاحب أحد. فبالتالي أعتقد الإجراء الاحترازي اللي عمله الأستاذ سلمان القريني الآن يسجل له. بس ما يعتبر عفوا يا دكتور طبيعي انه بعد الكرت الاحمر يفترض انه في المباراه القادمه انه ما يلعب المباراه، عكس الكروت الصفر اللي اعرفه انه اللي نال كرت احمر في مباراه. بس كمان ما جاهم اشعار، يعني كان بامكانه يتصرف مثل ما تصرف نادي الشباب او تصرف مثل ما تصرف نادي الهلال واشرك اللاعب، ولذلك الشباب اخطا ما يحتاج اشعار. القضيه انك عندك لوائح في الاتحاد الاسيوي لازم انت كمدير كره او مشرف تهضم كافة المعلومات اللي بس عندك. بس محمد انت عارف انه سلمان القريني بعدم اشراك حسين عبد الغني تحديدا، صحيح انه كان كرت احمر عكس الزيلعي وال، بس انه في ناس كانوا يتكلمون انه كمان ما اشراك حسين عبد الغني، والان في مساله حسين عبد الغني كسب. لا لا انا اقول يمكن اسمح لي الدكتور فيما يخص حسين عبد الغني طبيعي انه ما يلعب بحكم البطاقه الحمراء، لكن انا ودي ارجع لما ذكر الدكتور فيما يخص خالد عزيز، وانا اكد على كلامه انه المستوى الفني والسلوك، وإذا اختار اللاعب اللي أقل مستوى، لأن المستوى الفني ممكن يرتفع في اللاعب صحيح. عكس السلوك تستمر كما هي، طبع يغلب التطبع. إريك جريتس في مباراة بعد مباراة المغرب والجزائر في مؤتمر صحفي، سألوا صحفي عن أحد اللاعبين اللي لماذا لم يشرك، فانفعل إريك جريتس وقال أن اللاعب الذي لا يحترم النظام ولا يحترم التدريبات ولا يحترم المنتخب لن يكون له مكان في تشكيلة الفريق، وانفعل، وكانت ردة فعل قاسية جدا، يعني كان منفعل جدا أنه يسأل الصحفي أو أنه يقول للصحفي شلون تسألني عن لاعب غير منضبط، شلون تسألني عن لاعب غير منضبط، هذا لاعب غير منضبط وبالتالي لن يكون في التشكيلة، وكان منفعل جدا.